الله هنكمل صفحة 133 كده الأطباق الثانية، وده آخر درس عندنا في المنهج إن شاء الله بإذن الله، وكده يبقى خلصنا المنهج بحال كتاب المدرسة وكل حاجة فيه. عندنا أول حاجة بيقول لك إيه؟ نشاط ألف، كل كلمة بمعنى أتعاون أنا وأختي في تنظيف البيت، أتعاون يعني إيه؟ نتشارك، نتعاون، نتشارك. أذهب كل شهر لزيارة الأيتام وأحضر لهم الهدايا. الأيتام اللي هم إيه؟ أطفال فقدوا آباءهم، أطفال فقدوا آباءهم. يحتاج المسنون للمساعدة في الحركة والأكل، المسنون اللي هم كبار السن، كبار السن. في المدرسة قمنا بوضع لافتات للمحافظة على البيئة. البيئة اللي هي الطبيعة من أرض وهواء ومياه. يقول لك معايا نشاط رقم 100، افرح ثم أجد. من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا التعاون، الأخلاق الكريمة اللي هو التعاون. يتعاون الكل المشاركة في المهام، المهام هي إيه؟ مساعدة المحتاج. المحتاج. ايه كمان من مهم المهام اللي احنا خدناها؟ المحافظة على المساجد. المحافظة على المساجد. ايه كمان خدناها من مهم المهام؟ الحفاظ على تاريخه وتراثه. اذكر امثلة التعاون في النت. ايه هو التعاون في النت؟ امثلة او اشكال التعاون. أول حاجة إيه؟ دور الأيتام أو دور المسنين. أول حاجة دور الأيتام ودور المسنين. بيقول لك هل أنت تلميذ متعاون؟ هل الإجابة عنك نعم أو لا؟ قول له نعم. يعني ايه زي ايه متعاونين مع بعض؟ احنا كنا واخدين مع مثلنا اللي هو تلعب مع صديقك، تاكل مع حد، تخرج مع حد، تتمتع مع حد، اكتب العب مع you
القمامة. طب لو عملتها بتاعتنية الأطفال يجمعون القمامة. الأطفال يجمعون القمامة. برضو دي صورة وبيقول لك ايه؟ يعني دي معروفة جملة فعلية وبيقول لك اسمية. هما الأطفال بيعملوا ايه؟ بيضعوا الأطفال على الأطفال حاجة بقى في جملة فعلية اللي هما كلهم سايبين كل واحد من الطلبة والجبريات، الأطفال يطلبوا الأكل، جبريات، جبرتن. الأطفال أو الأولاد الصغيرين الطعام. هنخليها الأولاد يبردون الطعام. نشاط رقم 2 بقى اللي كنا قاعدين عليه كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه نشاط دي؟ حاجة الفعلية إلى اسمية والاسمية إلى فعلية. كلمتان جمع أحمد المهملات إلى الطريق حولت في جمع بتاع هحولها لاسم إزاي؟ هدور على الحاجة اللي هو هيعملها اللي هو دي الأكل أو الأكل. جمع المهملات إلى الطريق عمل عملية فقط. تعالى الولد خاص بجمع أوراق الأطباء هنعمل برضه عملية فقط. قام الولد ممتاز. الولد قام الولد بجمع أوراق الأشجار ممتاز. بجمع أوراق الأشجار. تعالى رقم 3 يكتب رقم 3 للحفاظ على البيت. هنعمل عملية إيه؟ مقص. هنقول إيه بقى؟ رامي رامي يكتب يكتب لافتة لافتة للحفاظ على البيئة. للحفاظ على البيئة. طب رقم 4 بيقول لك ايه؟ الفتاة تحب مدينتها. عاملها ازاي؟ عملية خاصة. تحب الفتاة مدينتها. الفتاة مدينتها. وكده دي كان السؤال اللي هو بيقول لك من جملة اسمية لجملة